نبدأ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج يحدث اليوم. نود أن نذكر مشاهدينا الأعزاء بطرق التواصل معنا عبر صفحتنا الخاصة على الفيسبوك لاستقبال الصور والفيديو على عنوانها يحدث اليوم @facebook.com، بالإضافة إلى رقم الواتساب 0780450450، وهنالك رقم مباشر لاستقبال الشكاوى والملاحظات وهو 064-773-111. ويسعد فريق البرنامج أن يتم التواصل معه من خلال هذه العناوين. مشاهدينا، فاصل قصير وأكون معكم في قراءة لأبرز وأهم عناوين ومتابعات حلقتنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بكم. مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم من جديد، وأقرأ لحضراتكم أهم متابعات وقضايا حلقتنا لهذا اليوم. وفي عنواننا الأول وهو من الأمانة، حيث غرامة المثقفات والمعارف مشمولة بقانون العفو العام. وإلى الداخلية والعمل، حيث غرامات على مستخدمي العمالة الوافدة المخالفة. وإلى دائرة الأراضي والمساحة نتوجه وإياكم، والعفو العام يسقط الغرامات المترتبة على الشركات. وإلى إربد، ومن إربد أزمات سير متفاقمة ومطالبات بالاتجاه الواحد. ومن القطران، حيث شكاوى من عدم وصول المياه منذ سنة. ونتوجه إلى إربد مرة أخرى، حيث مطالب بتعبيد شارع في منطقة علعال. وأخيرا مشاهدينا، ومن دائرة الأحوال المدنية، تسهيل إجراءات تغيير مكان الإقامة للناخبين. إذن مشاهدينا، هذه أهم متابعات وقضايا حلقتنا لهذا اليوم. فاصل قصير وأكون معكم في أولى هذه العناوين. إذن مشاهدينا، العنوان الأول يقول بأن غرامة المثقفات والمعارف مشمولة بقانون العفو العام. وللمزيد نرحب وإياكم في هذا الصباح بالسيد سامر ياسين، نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية في أمانة عمان. سيد سامر، صباح الخير، يعطيك ألف عافية. صباح الخير ستي، وصباح الخير لمشاهدي برنامج يحدث الآن. اهلا ومرحبا بك. اذا يعني الموضوع يعني جدا مهم، وايضا وردنا الكثير من الاستفسارات، وطبعا الكلام الرسمي الاخير ناخذه منكم بانه لا بان غرامه المثقفات والمعارف هي مشموله بقانون العفو العام. ضعنا بكافه التفاصيل لو تكرمت. نعم صحيح ستي، احنا امس تم اعلان امانه عمان عن اعفاء كافه المواطنين من غرامات المثقفات وغرامات المعارف حسب قرار اللجنة المشكلة برئاسة عطوف رئيس محكمة التمييز بقانون العفو العام. صدر القرار أمس واليوم تم تطبيقه، والآن أصبح متاح لدى مواطني عمان وكافة بلديات المملكة بإمكانهم يدفعوا بدون أي غرامات مترتبة عليه. نعم، يعني خلينا نقول وهنا نتحدث عن غرامات التأخير أو التأجيل في دفع هذه المثقفات. نعم صحيح، احنا نتحدث عن الضريبة الأصلية، أي مواطن يتأخر بدفع هذه المبالغ يترتب عليه غرامات بداية كل عام الذي يليه. طبعا هذا القرار هي مكرم الجلالة سيدنا بقانون العفو العام وللتسهيل والتفصيل على ليس فقط مواطن عمان بل مواطن المملكة الأردنية الهاشمية، لأني بدي أأكد مرة ثانية أنه هذا القرار يشمل كافة بلديات المملكة وأيضا أمانة عمان. نعم، إذا هذا القرار يشمل كافة بلديات المملكة ومنها أمانة عمان الكبرى. نعم. نتحدث يعني عن هذه الخطوة، هل لاقت استحسانا وكيف هي ردود الأفعال؟ إن استطعتم يعني لمسها خلال يعني خلينا نقول يعني ساعات قليلة من هذا الإعلان. يعني تفضل. من أمس لما أعلنا أنه في هناك إعفاءات وحسب قرار اللجنة، صراحة هناك العديد من الاتصالات والعديد من التساؤل من المواطنين، وإحنا دائما نحث مواطننا على دفع هذه المبالغ المترتبه عليها. ستي انا بس بحب اوضح شغله. تفضل.
المواطن لما يكون عنده شقة ساكن فيها المبالغ ليست كبيرة سنوية. نعم. ولكن للأسف الشديد لما تتراكم سنة ورا سنة والمواطن ما بيدفعها نعم. تصبح مبالغ كبيرة بالإضافة إلى الغرامات. نعم صحيح. بنحط مواطننا إنه المبلغ سنوي في الشقق لا يتجاوز 60-70 دينار بأكبر الشقق. عشان هيك نحط مواطننا على دفعها، وهذه المبالغ سواء أمانة عمان أو البلديات توجهها نحو خدمة مواطن. نعم. فبالتالي اليوم فرصة لمواطن عمان ومواطن المواطن الأردني، وهي كما أؤكد أنها هي مكرمة من جلالة سيدنا للمواطن أنه يسارع بدفع المبالغ المترتبة عليه بدون أي غرامات. أعلنا منذ قليل تم إعادة تشغيل الخدمة للدفع، وأمانة عمان تحديدا هناك دفع إلكتروني للخدمات، يعني ما في داعي المواطن يراجعنا. نعم. بإمكانه يفوت يستعلم، راح يلاقي أنه فيه إعفاء على الغرامة المترتبة عليه الآن. نعم، إذن هذه دعوة من لكافة المواطنين باستغلال هذه المكرمة الملكية السامية التي تثمن طبعا من قبل كل المواطنين بإعفائهم من الغرامات المترتبة على التأخير في دفع المستحقات والمسقفات المتوجبة عليهم لأمانة عمان الكبرى ولكافة البلديات في المملكة. وقبل أن أختم سيد سامر، هل هنالك أي يعني إجراءات أو أي كلمة يعني تود إضافتها في هذا الصباح في هذا اللقاء؟ تفضل. ستي، بس أود أن أشير في أجدنا العديد من المكالمات والاستفسارات بخصوص قانون العفو العام، صدر اعتبارا من يوم 19/3 وهو مستمر. أي مواطنين دفعوا هذه المبالغ خلال الفترة هاي مع الغرامة سوف يتم ترصيدها إلى العام القادم وراح تنزل من ضرائبهم. نعم. أنا أود أن أؤكد أنه لا يوجد أي مواطن لن يستفيد من هذا القرار اعتبارا من تاريخ 19/3 اللي هو صدور قانون العفو. نعم نعم، إذن هذه نقطة غاية في الأهمية. كل الغرامات التي دفعت خلال هذه الفترة والتي كانت مشمولة بالعفو العام، هذه المبالغ سترصد وتذهب إلى خلينا نقول المستحقات والمسقفات الموجودة عليهم في الأعوام السابقة وبتنزل منها، يعني يتم خصمها تلقائيا. سوف يتم خصمها إن شاء الله في بداية عام 2025 إن شاء الله. إن شاء الله. ومرة ثانية جميعا كأردنيين نثمن هذه الخطوة وهذه المكرمة الملكية السامية. كل الشكر لك سيد سامر ياسين، وأنت نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية في أمانة عمان الكبرى. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم متابعة جديدة بإذن الله. وإلى وزارة العمل نتوجه وإياكم، حيث الداخلية والعمل غرامات على مستخدمي العمالة الوافدة المخالفة. وللمزيد نرحب وإياكم في هذا الصباح بالزميل محمد الزيود الناطق الإعلامي في وزارة العمل. زميل محمد، صباح الخير، يعطيك ألف عافية. صباح الخير أستاذة سلمى، صباح الخير لك ولجميع المشاهدين. أهلا ومرحبا بك. إذا هنالك غرامات على مستخدمي العمالة الوافدة المخالفة، نتحدث عنها بمزيد من التفاصيل لو تكرمت. سيدتي، شمل العفو العام، بداية أريد أن أتطرق إلى ما شمله العفو العام. صحيح. الملكي الذي صدر في عام 2024 والذي يقر بمجلس الأمة. هذا العفو شمل الغرامات المترتبة على أصحاب العمل أو على تصريح العمل التي لم يتم تجديدها خلال السنوات الماضية، والغرامات المترتبة على الإقامة أذنات الإقامة التي لم يتم تجديدها. هناك نعم. جنسيات لا تحتاج إلى إقامة، وهناك جنسيات تحتاج إلى أذنات إقامة بالإضافة إلى تصريح العمل. نعم. اليوم هذه الغرامات التي ترتبت على التصريح العمل غير المجددة وأذنات الإقامة التي لم يتم تجديدها، هذه شملها العفو العام، لكن المبالغ الأصلية لأذنات الإقامة وتصريح العمل ستدفع. لم يشملها العفو العام، يعني نعم. المبلغ المتعلق برسم التصريح والمبلغ المتعلق بإذن الإقامة الأصلي، المبلغ الأصلي لم يشمله العفو. العفو شمل الغرامات المترتبة نتيجة تأخير تجديد هذه الأمور المتعلقة بتجديد تصريح العمل وتجديد إذن الإقامة. كان جاء القرار لي، يعني كما تعلمي سيدتي أن العفو الملكي جاء لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، وجاء شمل هذه أيضا الغرامات حتى تخفيف على أصحاب العمل. نعم. سواء كانوا لديهم عاملين في منشآت القطاع الخاص أو لديهم عاملات في المنازل كمواطنين. نعم.
فمن نعم. هذا من هذا المنطلق يعني ندعو كوزارة عمل وداخلية جميع أصحاب العمل سواء كانوا أصحاب منازل أو أصحاب عمل في القطاع الخاص والمنشآت والأنشطة الاقتصادية المختلفة بالاستفادة من هذا العفو من الغرامات وتجديد تصريح العمل، لأنه كان هناك حجة لدى بعض أصحاب العمل وبعض العاملين غير الأردنيين في على أراضي المملكة أن المبالغ المترتبة عليه نتيجة الغرامات أصبحت كبيرة لعدم تجديد تصريحهم لأكثر من سنتين أو ثلاث سنوات. نعم صحيح. هذه فرصة لقوننة أوضاعهم وتوفيقها وفق لأحكام القانون. اليوم المبالغ هذه سيتم الانتهاء منها الغرامات. فرصة لتجديد تصريح العمل بالمقابل وبالتوازي مع ذلك، يعني وزارة العمل ووزارتي العمل والداخلية وإخواننا في مديرية الأمن العام سيواصلوا أيضا ضبط العمالة المخالفة في سوق العمل. نعم. يعني في الثلاث أشهر الأولى من هذا العام تم تصفير 593 عامل غير أردني مخالف. نعم. من خلال الحملات المشتركة. وصراحة اليوم لا يوجد حجة لدى لا العامل ولا لصاحب العمل أن هناك عدم تجديد تصريح العمل. يعني آخر تطويب أوضاع كان أو قولا للتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية. نعم. كان في 2021 كان شامل، ومع ذلك بقي أشخاص لم يقوموا ب توفيق أوضاعهم، وهناك نعم. مطالب كثيرة تصلنا كانت بضرورة أيضا السماح بفترة التصويب. لا يوجد تصويب أوضاع، فترة تصويب أوضاع بالمصطلح المتعارف لدى العمالة غير الأردنية، يوجد إعفاء من الغرامات فقط، وكل من لا يلتزم ويتم ضبطه سيتم تسفيره خارج نعم. المملكة على حساب صاحب العمل الذي قام تشغيل هذه العمل المغارب. نعم. ونحن نؤكد يعني في حوارنا دائما مع وزارة العمل بأن ما تقوم به وزارة العمل من إجراءات بحق يعني العامل وأيضا المستقدم يعني المستخدم وأيضا صاحب العمل بأنها حفظ للحقوق وللواجبات، فبالتالي يعني هذه نعم. إجراءات يعني والانضمام تحت مظلة وزارة العمل يعني هي حق لصاحب العمل وأيضا حق للعامل، فبالتالي يعني يجب الالتزام بها. كل نعم. الاحترام والتقدير للعمالة غير الأردنية سواء الدول الشقيقة أو الصديقة، لكن كما تعلموا كل دول العالم يوجد فيها ضوابط يوجد فيها قوانين تضبط أحكام هذه العمالة غير المحلية، ونحن اليوم نطلب من أصحاب العمل الأردنيين بعدم التستر، يعني بعض أصحاب العمل بعدم تأجيل أو التستر على العمالة المخالفة. نعم. يعني لأنه كل تجديد تصريح عمل يحتاج العامل أيضا إلى إجراء فحص طبي جديد. نعم. وهذا أيضا زيادة في التكلفة. أو العاملة المنزل ما زالت تتمتع تكون لائقة صحيا وتتمتع بصحة جيدة. نعم. لصالح هذه العاملة وأيضا أو العامل وأيضا لصاحب العمل أو صاحب صحيح. العمل. صحيح. اليوم أيضا هناك غرامات ترتب على أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل العمالة غير الأردنية المخالفة. نعم. غرامة لا تقل عن 800 دينار للعامل الذي لصاحب العمل الذي ضبط عنده هذا العامل المخالف. نعم. وصاحب العمل الذي صدر عليه التصريح. نعم. يعني فعلا يعني هي غرامة تستحق التوقف عندها 800 دينار، يعني مبلغ، فبالتالي لتفادي هذا المبلغ يعني أن نسير بالطريق الصحيح. لكن اسمح لي زميل محمد، أنا كنت في حوار مع الأمانة قبل قليل ومع السيد سامر ياسين، كان قد يعني أثار نقطة بأنه من دفع هذه الغرامات خلال فترة معينة هي سترحل إلى الرصيد المقبل، فبالتالي هل تحذو وزارة العمل نفس الطريق؟ هذه الجزئية لا تتحدث عنها، لأنه هذا الموضوع أصلا حتى الإيرادات المتأتية من التصريح العمل هي تذهب إلى وزارة المالية. لا تدخل في حسابات وزارة العمل. يعني أنتوا بشكل آخر سيعلن عنها لاحقا، يعني نعم. كل من يريد أن يقوم بقولنا التصويب أوضاعه سيتم شرح له العملية نعم. كاملة، لأن نعم. هذه الأموال أصلا تتعلق بأموال الخزينة صحيح تذهب إلى وزارة المالية. اسمح لي وأيضا لدي يعني سؤال أخير، هل هنالك أي مثلا معلومات تود إبلاغنا بها أو إطلاعنا عليها في هذا الصباح قبل أن أختم اللقاء زميل محمد؟ يعني اليوم نحن أريد أن أشير على 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 صعيد آخر، أنه وزيرة العمل نادية الروابدة أصدرت تعليمات تتعلق بالإسعاف الطبي، الإسعافات الطبية وتوفير هذه صناديق الإسعافات الطبية في المنشآت بحسب نشاط وخطورة كل نشاط، وحددت هذه كل هذه المعايير لحماية وصحة العاملين وأيضا ضمان ديمومة المنشآت، وهذا القرار منشور على موقع الوزارة الإلكتروني لأصحاب العمل استطيعوا الاطلاع على هذا القرار ضمن وهو استكمال ومواصلة لاستكمال جهود وزارة العمل في تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع الخاص، خاصة أن الوزارة أصدرت
سابقا قبل أشهر ثلاث أنظمة جديدة للسلامة والصحة المهنية والتعليمات التي صدرت بموجبها، وهذه كل هذه المنظومة تم تحديث منظومة السلامة والصحة المهنية وموجودة على موقع الوزارة الإلكتروني على أيقونة التشريعات، يستطيع أصحاب العمل الاطلاع عليها حتى يجنبوا أنفسهم لاحقا أيضا الجرائم القانونية التي تتخذ بحق المخالفين. لأن سيكون هنالك طبعا دورات تفتيشية أو اليوم سيدتي في الثلاث أشهر الأولى من هذا العام كان هناك جولات تفتيشية توعوية لأصحاب العمل حتى نتأكد أن أصحاب العمل طلعوا على كل هذه الأنظمة والتعليمات وقادرين على تطبيقها حتى نضمن أن بيئة العمل هي بيئة صحية وسليمة للعمل. نعم نعم زميلي محمد، وبعد خروج هذا النظام أصبحت هذه التجهيزات الكافة يعني تجهيزات السلام العامة أصبحت ملزمة لكل صاحب منشأة. فتحنا المجال منذ بداية العام حتى اليوم لأصحاب العمل بأن يقوموا بتطبيق هذه الأنظمة في منشآتهم حسب درجة الخطورة في كل نشاط وأيضا حسب عدد العاملين في كل نشاط. نعم، شاكرين لك كل هذه التوضيحات الزميل محمد الزيود، وأنت الناطق الإعلامي في وزارة العمل، شكرا لك. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم متابعة جديدة بإذن الله. إذن مشاهدينا، ما زلنا في الحديث عن المكرمة الملكية السامية وهذه الإعفاءات من الغرامات بالعفو الذي صدر في 19/3، ولكن هذه المرة نتوجه وإياكم إلى دائرة الأراضي والمساحة حيث العفو العام يسقط الغرامات المترتبة على الشركات. وللمزيد نرحب وإياكم في هذا الصباح بالدكتور أحمد العموش مدير دائرة الأراضي والمساحة. عطوفة أحمد العموش، صباح الخير، يعطيك ألف عافية. صباح الخير لك ولجميع الأخوة المشاهدين، صباح الخير. أهلا ومرحبا بك. ونتحدث أيضا عن العفو الملكي والعفو العام الذي أسقط الغرامات المترتبة على الشركات، نتحدث عنها بمزيد من التفاصيل لو تكرمت. ستي، زي ما تعرفي بموجب قانون الملكية العقارية يجب على الشركات والأشخاص والأجانب عند التملك الحصول على موافقة دائرة الأراضي لتملك أي قطعة أرض أو أي عقار. وبموجب القانون أيضا يجب أن يكون هنالك تحقيق للغاية، يعني أنه عملية الشراء تتم غاية ويجب تحقيقها. في حال عدم تحقيق هذه الغاية يوجد غرامة 2% من قيمة العقار المقدرة، و2% هي مفتوحة يعني ما إلها سقف بالمدة الزمنية. خلال الفترة السابقة كان في إعفاء لهذه الغرامة وانتهى الإعفاء، فلذلك ترتب يعني غرامات كبيرة على بعض الشركات التي لم تقوم بتحقيق الغاية. عندما صدر قانون العفو وقرار جلالة الملك بالعفو العام، لم تكن هنالك وضوح للرؤية هل يشمل هذه الغرامات أو لا يشمل. لذلك دائرة الأراضي قامت بمخاطبة اللجنة المختصة بالمجلس القضائي للعفو العام لتحديد هل هذه الغرامة تندرج ضمن العفو العام أم لا. وبالتالي صدر القرار أخيرا هاي من ضمن قانون العفو العام واللي شملها مكرمة سيدنا بالعفو من هاي الغرامة، وبالتالي تم إبلاغ جميع المعنيين وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان وجميع المعنيين أنه هاي الغرامة أيضا مشمولة. أي واحد أو أي شركة تريد الاستفادة من هذا الإعفاء عند البيع بس بإمكانها الاستفادة. نعم نعم، إذا هنالك عفو عام أيضا عن الغرامات المترتبة على الشركات، وطبعا يعني هذا بده يكون نزل هلا على الموقف الموقع عندكم، وتم نعم. إطلاع كافة مستخدمي دائرة الأراضي المراجعين بها. تم التعميم على مديريات التسجيل المختلفة وتم الإعلان رسميا عن أنه هذه من ضمن الإعفاءات، وتم إجراء اللاجئ بالنسبة لدائرة الأراضي لإعفاء المستفيدين من هاي الغرامة. نعم، وماذا تتوقعون أيضا دكتور أحمد، يمكن أنا كنت سألت هذا السؤال أيضا لمؤسسات أخرى يعني شملها هذا العفو والغرامات، هل تتوقعون مزيد وإقبال من المواطنين على أخذ هذه الفرصة وهذه المنحة في تسديد الغرامات المترتبة عليهم؟ تفضل. أكيد ستي، هاي الغرامات كانت معيقة لبعض عمليات البيع والشراء خلال الفترة الماضية،
لان هي غرامات كبيره، يعني في بعض الاحيان هي كبيره جدا مقارنه بقيمه العقار او قيمه الارض. لذلك اتوقع انه يتم الاستفاده ويكون هناك حركه عقاريه متعلقه بهذه الاعفاء. نعم، إذن أيضا نكرر مرة أخرى، ولكن هذه المرة من دائرة الأراضي والمساحة، باستغلال هذا العفو العام وذلك بإسقاط الغرامات المترتبة على الشركات. وقبل أن أختم دكتور أحمد، هل هنالك من إضافة قبل أن أختم هذا اللقاء مع حضرتك؟ بس بدي أنوه أنه هذا الإعفاء هو لتاريخ 16/3 وهو تاريخ العفو العام. نعم، بعد هذا التاريخ فهي مستحقة. نعم، يعني اليوم كل ما قبل 19/3/2024 هو معفى ويتم الدفع عن المدة المتبقية، وهي قليلة جدا مقارنة. نعم، الغرامات اللي كانت مترتبه سابقا. صحيح، شكرا لك على هذا التوضيح. والدكتور احمد العموش، وانت مدير دائره الاراضي والمساحه، شكرا لك. اعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم متابعه جديده باذن الله. وإلى الجدران متوجهين وإياكم مشاهدينا. ومن الجدران شكاوى من عدم وصول المياه منذ سنة. وللمزيد نرحب وإياكم في هذا الصباح بالأخ عبدالله العطون، وعلى الطرف الآخر المهندس عبادة الحلال من مدير عمليات مياه الكرك. وبداية أبدأ بالأخ عبدالله. أخي عبدالله صباح الخير، يعطيك العافية. الله يعطيك العافية، يلا يوفق. أهلا ومرحبا بك. لو تكرمت ضعنا يعني في المشكلة، شكاوى من عدم وصول مياه منذ سنة، المنطقة تحديدا، يعني أعطينا إحداثياتها وعدد المساكن، عدد الساكنين، ولماذا لا تصلها المياه منذ سنة؟ تفضل. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. والله يا المية صارها سنة مقطوعة، عندي قطع كامل ما في أبو 10 متر، جيراني اللي عنده المية واصلة عندي. وعندي عداد ساعة ومدقنوني، أنا مدقنون وعندي عدد ساعة، كل ما راجعهم يقولوا لك عندك البرابيش كما خربانات، عندنا أطفال في المدارس ما هم قادرين ولا يشرب مي. إيش اللي خربان عندك عفوا؟ راجعنا مكتب البقيطران هذا، اتصل مع هاني مرعي قال أراجعك وأشوف البرابيش وأجيب حفارة، والله عندنا زلت، والله ما حد طال علي ولا حد شيء هذا، ولحد الآن المية ولا نقطة عندي. نعم، طيب تتكرم علي أخي عبد الله. الراتب تنمية اجتماعية كله 150 ليرة. نعم، ما يسوي فاية، يعني أحطه على مية وأضعه يضبح ملجوع، بالله يلا على الحياة مسلكة معي. نعم، حقك أخي عبد الله، وإن شاء الله بيكون في حل وتحرك سريع، يعني إن شاء الله نستطيع أن نعدك بذلك. الله يجزاك خير وطول عمرك. إن شاء الله، توكل على الله. بس أخي عبد الله، أنت يعني منزل واحد هو الذي لا يصل المياه منذ أكثر من سنة؟ لا والله منزل واحد، انا الميه ما بس منزلك، والسبب هو البرابيش حكيت اللي خربان اللي عندك. والله يقول البرابيش خربان. طيب شكرا. طيب شكرا لك، وابقى قد يعني على سماع لحل هذه المشكلة. ونرحب بالمهندس عبادة الحلال من مدير عمليات مياه الكرك. مهندس عبادة صباح الخير، يعطيك العافية. صباح الخير يا ستي، يعطيك العافية انت استاذ المشاهدين. اهلا ومرحبا بك، يعني كلنا امل وعشم يعني بكم ان يكون في حل ومساعدة الاخ عبد الله، يعني منذ سنة هو ما بدفعه مشترك لكن ما بتصلوا المياه، والحال نعم. يعني هذا حق له بغض نعم. النظر كيف وضعه المادي. تفضل. نعم، ستي اول شيء يعطيكم العافيه. الله يعافيك. المنطقه اللي بسكن فيها الاخ عبد الله هي طبعا كانت منطقه خارج التنظيم. لا يوجد شوارع مرسمه للمنطقه، دخلت التنظيم حديثا. حديثا منذ متى؟ حديثا منذ 3 شهور 4 شهور تقريبا. اها. الان لا يوجد شوارع مرسمه لغايه اللحظه، وتم التواصل مع البلديه ومشكورين طبعا، هم مش مقصرين، ولكن لغايه اللحظه لا يوجد شوارع مرسمه المنطقه كونها دخلت التنظيم حديثا. الاخ عبد الله طبعا حتى السنه الماضيه. طب كيف اشترك بالمياه وعنده ساعه وعنده عداد؟ نعم، وكل شيء. نعم، هلا خارج التنظيم ستي اليه الاشتراك مختلفه تماما عن داخل التنظيم. هي بكون طبعا على حساب المشترك. نعم، سواء البرابيش او اي اجراءات ثانيه تتعلق بالاشتراك. الآن الأخ عبد الله بالتعاون مع بلدية القطرانة باستخدام صهريج القطرانة السنة الماضية ولغاية قبل أسبوع يتم تزويده بصهاريج من قبل سلطة المياه، طبعا صهاريج تابعة لبلدية القطرانة،
تتم تعبئتها من قبل مظلة تابعة لسلطة المياه. نعم. أسبوعياً أسبوعياً. أسبوعياً. وعنده خزانات تكفي يعني عنده خزانات تكفي. عنده الملاحظة حتى يوجد عنده براميل ويوجد عنده خزانات براميل أرضية ويوجد عنده خزانات. طب ومتى ستحل المشكلة جذرياً؟ المشكلة ست الآن إحنا قسم الدراسات عندنا راح يعمل دراسة كافية للمواطن أو للحي بشكل عام بحيث تكون هي دراسة مستقبلية وليس للأخ عبد الله بحيث لو كان هنالك كمان بناء في المنطقة كمان سنتين ثلاث سنوات يتم الحل بشكل جذري. طب هذه الدراسة إلى أن إلى أن تخرج هذه الدراسة وتصل يعني بدها فترة زمنية على ما أتوقع. ستي حتى لو لها بدها فترة زمنية الآن هو يتم تزويده بالصهاريج يعني كل أسبوع سواء استهلاكك عن طريق العداد من خلال الشبكة رح يعني أنت يوصلك وما بتتأخروا عليه عنه بالمرة نهائياً. طيب أنا مضطر أرجع له، أنا شاكرة لك هذا الرد ولكن أنا مضطر أرجع له حتى يعني يكون هو في الصورة. أخي عبد الله أخي عبد الله يعني لسه المنطقة على ما يبدو ستكون مشمولة لكنها ليست الآن، لكن أنت يتم تزويدك أسبوعيا بصهاريج مياه مدعومة. جزاك الله خير. نعم شاكرين لك شاكرين لك. شكرا لك أخي عبد الله العطون، وأيضا بدي أشكر المهندس عبادة الحلالمة. أبقي هذا الموضوع يعني في بالك دائما مهندس عبادة، وأنت مدير عمليات مياه الكرك. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم متابعة جديدة بإذن الله. وإلى دائرة الأحوال المدنية، حيث تسهيل إجراءات تغيير مكان الإقامة للناخبين. وللمزيد نرحب وإياكم في هذا الصباح بالباشا فهد العموش مدير عام دائرة الأحوال المدنية. باشا صباح الخير، يعطيك ألف عافية. صباح الخير لكل متابعين. أهلا ومرحبا بك. إذا هنالك ما صدر جديدا عن دائرة الأحوال المدنية وهي تسهيل إجراءات تغيير مكان الإقامة للناخبين، تفضل ماذا لديكم حول هذه التسهيلات؟ تفضل. طيب إحنا نقل الإقامة يتم بناء على سند ملكية أو عقد إيجار. نعم. ما بهمنا في دائرة الأحوال المدنية سند ملكية لأنه تغيير بتم من خلالنا، يعني بيجي المواطن على الأحوال المدنية وتغير الإقامة بناء على سند تسجيل ملك عقار يكون هو ساكن فيه. هذا بضطرنا نوديه على لجنة وعلى كشف حسي وعلى حاكم إداري وضمن عندنا نغير له اللي عنده سند ملكية. نعم، يعني كل من يحضر سند ملكية أو عقار يستطيع تغيير مكان الإقامة. نعم، سواء باسمه باسم أو باسم زوجته. نعم. 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 نتحدث عن أهمية هذه الخطوة ونحن وذلك قبيل الدخول إلى الانتخابات، فبالتالي يعني هل هذه كانت من أهم خلينا نقول المطالبات السابقة في سنوات سابقة من أجل تسهيل إجراءات نقل الملك تغيير مكان الإقامة؟ تفضل. هي كانت شوي صعبة نقل الإقامة. نعم. لأنه تعتمد على تحويل الاستدعاء إلى الحاكم الإداري، والحاكم الإداري يوعد للأجهزة الأمنية أنها تعمل كشف حسي، وبعد هاي الإجراءات تقرير الكشف الحسي للحاكم الإداري بعدها يبعث لنا قرار وإحنا بننفذه. نعم. سواء كان ملكية أو مستأجر. نعم. لكن الآن يعني جزء كبير من المشكلة انحل سند الملكية لأنه صار من عند الأحوال البدنية. نعم. الحاكم الإداري. نعم. يعني العقار المستأجر إلا الحاكم الإداري عشان يطلعوا كشف حسي ويعرفوا إنه مستأجر قبل 6 شهور وعنده وثائق تثبت ذلك سواء فواتير مية أو كهرباء. نعم، يعني حتى هذه اللحظة يخرج كشف حسي على كل من يحضر يعني ملكية عقار أو استئجار لعقار، ولا إنه هاي النقطة يعني خلص استغنينا عنها؟ لا، استئجار فقط. فقط للاستئجار يخرج من عندكم من يقوم خلينا نقول التفتيش الحسي على هذا العقار. نعم صحيح. ويجب أن تكون مدة 6 أشهر. قبل 6 أشهر يعني. نعم، أقل من ذلك لا يقبل لديكم هذا الطلب. طبعا أقل، هو الحاكم الإداري ما راح يقبل.
أها، لكن عقار الملكية يعني يفي بالغرض. يفي بالغرض تماما. نعم. سند ملكية بغير طوارئ. نعم، وهذه العملية مستمرة، يعني بدأتم بها وهي مستمرة قبيل حتى قبيل الانتخابات بإذن الله. هي مستمرة من شهر 9/2023. نعم. يعني اللي صار ناقل إقامته من هذاك التاريخ لليوم 25,190 تقريبا. نعم نعم نعم، وهذه من ضمن الاستعدادات لل خلينا نقول الانتخابات المقبلة بإذن الله، ودعوة للانخراط في هذه الانتخابات. وقبل أن أختم باشا فهد، هل هنالك من أي معلومة تود أن تمررها لنا في هذا الصباح؟ شاكرين لك. والله يعني بجوز راح نعاني 3/6 لأنه صير عندنا الاعتراض الشخصي، هذا الاعتراض الشخصي عندنا، يعني نتوقع انه راح يجينا 35,000 اعتراض خلال السنه هاي. وهذا الاعتراض مفروض نرد عليه خلال 13 يوم. هاي راح تربكنا شوي بس راح نداوم. بس اكيد كوادركم يعني عندها هذه الخبره وعندها هذه المقدره على التعامل مع هذه الاعداد الكبيره التي قد تقدم اعتراضات في 3/6. صحيح. نعم، ويعطيكم ألف عافية سلفا، وسنكون معكم خطوة بخطوة بإذن الله من خلال الحديث عن هذه الإجراءات والتسهيلات جميعها قبيل الانتخابات النيابية. بدي أختم الآن باشا فهد العموش، وأنت مدير عام دائرة الأحوال المدنية، اسمح لنا أن نشكرك كل الشكر. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم متابعة جديدة بإذن الله. وإلى إربد، ومن إربد مشاهدين، أزمات سير متفاقمة ومطالبات بالاتجاه الواحد. وللمزيد نرحب وإياكم في هذا الصباح بالزميل أحمد التميمي من صحيفة الدستور، وعلى الطرف الآخر المهندسة لمياء أبو العسل مدير دائرة المرور في بلدية إربد. وبداية أبدأ بزميلي أحمد التميمي. أحمد صباح الخير، يعطيك العافية. صباح الخير زميلي سلمى، وصباح الخير لجميع المشاهدين. أهلا ومرحبا بك. إذن هنالك أزمات يعني رصدت في إربد، أزمات سير متفاقمة، والحل على ما يبدو هو الاتجاه الواحد، ضعنا في التفاصيل أحمد. نعم، يعني في ظل يعني زيادة عدد المركبات في محافظة إربد، يعني باتت شوارع إربد لا تكفي حقيقة لاستيعاب تلك السيارات بسبب يعني وجود الشوارع الضيقة التي أسست يعني منذ سبعينيات وبالتالي زيادة عدد المركبات أصبحت لا تتناسب مع حجم الشوارع وسعتها. قامت بلدية إربد يعني خلال السنوات الماضية بعمل دواوية وعمل تقاطعات وعمل تسكير فتحات، إلى أن هذا العمل لا يجدي نفعا في ظل يعني ضيق الشوارع، وبالتالي يعني لا يجدي نفعا إلا بتحويل بعض الشوارع إلى نظام الاتجاه الواحد. هذا الاتجاه الواحد يعني كانت جامعة العلوم والتكنولوجيا وقبل حوالي 17 عاما قد أجرت دراسة حوله واقع المدينة المروري بتكليف من بلدية إربد الكبرى، واستمرت الدراسة 3 سنوات. وكانت بلدية إربد حقيقة قبل 17 عاما أو قبل 12 عاما حاولت تطبيق هذه الخطة بتحويل 5 شوارع رئيسية في محافظة إربد بالاتجاه الواحد، وقامت بالبدء حقيقة، لكن اصطدمت مخرجاتها ونتائج بمعارضة العديد من الجهات كالنقابات المهنية ووزارة الزراعة وغيرها من الجهات، ولم ينفذ منها إلا توصيات طيب محدودة وتم إيقاف. نعم زميل أحمد، يعني يمكن هذا بقودني لسؤال، يعني إذا كان الاتجاه الواحد هو يشكل حلا لهذه الأزمات الخانقة في إربد، لماذا جاء اعتراضات من قبل نقابات أو أشخاص أو مؤسسات؟ يعني كالتجار احتجوا، يعني كالتجار يعني يضر بمصالحهم الاتجاه. نعم الواحد. نعم، يعني تضارب مصالح أيضا في هناك في الجزيرة الوسطية، في هناك يعني أشجار معمرة حقيقة اصطدمت بالنقابات المهنية وخشيت من عدم إزالتها. نعم، لكن قلت لي في 5 شوارع تقريبا يعني سارت بنظام الاتجاه الواحد، هل فعليا يعني لمستم عدم وجود اختناقات مرورية على هذه الشوارع؟ تفضل.
لا هم ما طبقوا الاتجاه الواحد، لم يطبق. قلت لي في 5 شوارع قبل قليل، كأني فهمت 5 شوارع يعني دراسة تطبيق فيها الاتجاه الواحد، لكن لم تطبق لغاية هذه اللحظة بسبب معارضات المجتمع المحلي والمؤسسات النقابات المهنية. نعم. يعني هاي يعني هاي الدراسة شملت يعني تحويل بعض وسط المدينة إلى اتجاه واحد من شان الحد من الأزمات المرورية كشارع عيدون، شارع الحصن، شارع الهاشمي، شارع بغداد. أيضا يعني كان من ضمن الخطة يعني إكمال المراحل الناقصة من طريق إربد الدائري ورفع أجزاء من رفع أجزاء مستوى الخدمة على أجزاء المنفذة حاليا. نعم. يعني هناك أزمات حقيقة يعني تشهدها شوارع إربد. نعم. شاكرين لك زميلي أحمد، قد أعود إليك إذا احتجت إلى بعض الملاحظات. واسمح لنا أن نرحب بالمهندسة لمياء أبو العسل، وهي مدير دائرة المرور في بلدية إربد. مهندسة لمياء صباح الخير، يعطيك العافية. صباحك أخت سلمى، وأهلا وسهلا فيك وشاكرة استضافتك. أهلا ومرحبا بك. إذن هنالك دراسة تقول بأن إنهاء الاختناقات في شوارع إربد تكون بإيجاد حل الطريق الواحد، هل تتفقون وهل هي موجودة على خططكم؟ تفضلي. نعم. هل الدراسة أعدت مسبقا قبل ما يقارب 10 سنوات من قبل بلدية إربد وبمساعدة كافة القطاعات الحكومية. كانت اللجنة مشكلة من هيئة تنظيم قطاع النقل البري، من المعهد المروري، رجال السير، وقطاعات أخرى. واتجهنا بهذه الدراسة إلى عمل ما يسمى بإربد الشعاعية. وهذه الدراسة كانت تركز على وسط مدينة إربد والشوارع المحيطة بجامعة اليرموك والشوارع المحيطة بالمجمع الشمالي. نعم. وأتمينا الدراسة، ولكن للأسف واجهنا بعض الصعوبات مع النقابات ومع التجار، فتم إيقاف الدراسة. نعم. يعني مصالح التجار خلينا نقول أو المحلات اللي موجودة في هذا الشارع إذا كانت اعترضت على أنه تخفيف هذه الأزمة، يعني تأخذ مباشرة بعين الاعتبار؟ يعني منلغي أنه مثلا أزمة متفاقمة وقد ينجم عنها مشاكل كثيرة، فبالتالي تلغى هذه الدراسة وجدواها؟ تفضلي. الدراسة ما زالت موجودة وتم جلسات متعددة مع النقابات مع التجار توضيح ان الاثر راح يكون بالعكس ايجابي والاستثمار على التجار، لان انا يعني بزيد تدفق الشارع وبالتالي بصير سهوله الوقوف على الجنبين بالشارع. يعني الشارع اللي مسربين يتم تحويله الى 5 مسارب لما انا افتح الجدر الوسطيه ازيدها. نعم. فبصير سهولة الحركة أكثر، بالعكس تنشط الحركة التجارية. نعم. سلبا. نعم. وحتى هذه اللحظة يعني الوضع هو بقي على دراسة ولن يكون. نعم. هنالك أي عمل قريبا؟ لم يتم العمل، لأنه العمل بجزئية، يعني أنا لا أستطيع عمل جزء من الشوارع وترك الباقي لأنه في ترحيل للمشكل. يعني هناك ترحيل للأزمة المرورية وليس حل. نعم. إذا اشتغلنا بطريقة مجزأة. نعم. لكن بعون الله رح نستمر إحنا بعرض هذه الدراسات حتى نوصل لاتفاق مع الجهات المعنية، إن شاء الله ستنفذ بإذن الله. إن شاء الله. إذن إلى أن يكون هنالك اتفاق من كافة الجهات المعنية يبقى هذا الموضوع هو في طور الدراسة. شاكرين للزميل أحمد التميمي إثارة هذا الموضوع، وأيضا بدي أشكر المهندسة لمياء أبو العسل مدير دائرة المرور في بلدية إربد. شكرا لكم أعزائي المشاهدين. فاصل قصير ثم متابعة جديدة بإذن الله. ومن إربد وتحديدا ومن علعال هنالك مطالب بتعبيد شارع في منطقة علعال، وللمزيد نرحب إياكم في هذا الصباح بالأخ حسن الرفاعي، وعلى الطرف الآخر المهندس محمد الحراني مساعد رئيس البلدية للشؤون الهندسية في بلدية إربد. وبداية أبدأ بالأخ حسن. أخي حسن صباح الخير، يعطيك العافية. صباح النور يا أخي. أهلا.
أهلا ومرحبا بك. إذا هنالك مطالب بتعبيد شارع في منطقة علعال، يعني أعطينا أحداثيات هذا الشارع، منذ متى مفتوح ولماذا لم يعبد، وما هي المشاكل المترتبة على عدم تعبيد هذا الشارع؟ تفضل. الشارع مفتوح من تقريبا يعني 7-8 سنوات. من 7 سنوات وإحنا منعاني بزفتو سكلت فستشت الدنيا أول شتوى خلص بروح مرتين والآن خربان. زفت العام السنة هاي طبعا ما مرضش عليه سنة. نعم. الصورة التي أرسلتها لنا والتي نعرضها الآن هي بعد تزفيت السنة هاي تزفت؟ زفت لا السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت يعني ما مر سنة وهو هذا الحال. مر عليه شتاء السنة هاي بس. وكأنه لم يزفت. بالحال هاي. نعم. عدد السكان على هذا الشارع وكم طول هذا الشارع؟ عدد السكان أيضا؟ عليه ما يقارب بحدود ال 18 بيت منزل. 18 منزل. بظلوا رايح باتجاه بلدة مرو يعني مش بس بخدم على العال كمان. نعم. طيب مطالباتكم شو كان يكون في رد عليها لو تكرمت؟ كان رد عليها المتعهد اللي استلمه العام ما قبلوا يستلموا منه الشارع لأنه المواصفات اللي قدمها مش مزبوطة. مش ضمن المواصفات يعني. نعم. ما استلموش الأشغال منه العام. نعم. نعم. في بيناتهم طبعا قضية إنه مش راضين يستلموا منك وما بعرف عاد شو بقولوا على البلدية والأشغال بتقول على البلدية، البلدية تقول على الأشغال وإحنا وقعنا بين الجهتين. نعم صحيح. شكرا لك أخي حسن، واسمح لنا أن أرحب بالمهندس محمد الحراني مساعد رئيس البلدية للشؤون الهندسية في بلدية إربد. مهندس محمد صباح الخير، يعطيك العافية. صباح الخير أختي. صباح الخير. أهلا ومرحبا بك. أهلين. يعني بدنا نعرف منك الإشكالية حول هذا الشارع والذي يخدم 18 منزلا ومتى سيكون هنالك تعبيد؟ تفضل. هو على الأغلب حسب ما فهمت أنه هذا شارع خارج التنظيم، هو ما حدد الأخ المواطن الشارع بس يعتقد أنه شارع خارج التنظيم، واللي فهمته من كلام الأخ أنه التعبيد قامت في وزارة الأشغال حسب ما فهمت. أخي حسن الشارع خارج التنظيم والأشغال هي من كانت تواجدت على هذا الشارع وعبدته. الشارع داخل حدود البلدية خارج التنظيم. صحيح صحيح، وهذا اللي بنشكي فيه. نعم شكرا لك مهندس محمد. احنا كنا طرحنا يعني كثير من المواضيع المشابهة عندما يكون داخل حدود البلدية، فبالتالي هو يعني البلدية من تتكفل بتعبيد. هو هي نقطتين اللي في احواض داخل حدود البلدية لكنها خارج التنظيم، بمعنى هي مش مقسمة لقطع اراضي سكنية وشوارع تنظيمية، عرفتي هذا المقصد؟ بداخل حدود البلدية وخارج التنظيم. نعم. احواض لم تنظم ولم تقسم يعني كقطع سكنية عموما. نعم. موضوع خارج التنظيم وداخل حدود البلدية هو كان موضوع بين وزارة الأشغال وبين البلدية، استقر الرأي القانوني بإعطاء صلاحيات للبلديات بتعبيد هذه الشوارع لكن ضمن شروط. البلديات مقيدة في الموضوع. إذا معك وقت بذكر تفضل تفضل يعني. اتفضل. الشروط يعني للطرق اللي خارج حدود التنظيم وداخل حدود البلدية كالتالي. أن أول شيء لازم نحصل على موافقة مسبقة من معالي وزير الإدارة المحلية. بمعنى إحنا بننقل واقع الحال، الشارع طوله وعرضه وحاله وكم عدد السكان عليه وكم مبنى وكم كذا. الشرط الآخر إنه هذا الطريق لازم يخدم تجمع سكاني لا يقل عن 10 أبنية. نعم. الشرط الثالث أن لا يزيد عرض التعبيد على 6 متر ولا يزيد طول الطريق على 3. الشرط الرابع أنه يكون الطريق مرسم على لوحات دائرة الأراضي والمساحة حسب الأصول. نعم. الشرط الخامس أن تقوم الجهات المختصة بالكشف على الطريق وما يخدمه قبل الموافقة على تعبيده. طيب أتفق معك بهذه الشروط. الشرط الأخير فرض تحققات تعبيد أصبحت الآن 50%. نعم. طيب أنا أتفق معك مهندس محمد لو تكرمت، يعني شكوى المواطنين من 7 أو 8 سنوات، فبالتالي يعني كل هذه الدراسات أو خلينا نقول هذه الاشتراطات ما يعني ما اشتغلتوا عليها حتى نخدم الساكنين 18 منزل. أنا عندي استدعاء منهم بتاريخ السنة هاي مش من بشهر 2. وكون الشارع خارج التنظيم إحنا كبلدية راح نكتب فيه للوزارة
لكن هو بشكوته مختلفة شوي، هو بيقول إن الشارع تم تعبيده وفي مشاكل. فأنا أعتقد تعبيده اللي إحنا ما اشتغلنا حسب معلوماتي في الشارع هذا يعني. فأعتقد التعبير ده أنا بس خلي المواطن يراجعني أفهم مين اللي جهة اللي قامت بالتعبير ومين اللي تابعه. نعم. إذا ممكن يراجعني في المكتب بس. أيوة. وقد يكون حل يعني إن شاء الله أي نوع من الحلول، لكن لا يبقى على هذا الوضع. زملائنا بوزارة الأشغال بنتواصل معهم إن شاء الله. إن شاء الله. إذن شاكرين لك يعني. شكرا. أخي حسن تواصل مع المهندس محمد الحوراني، هو على استعداد استقبالك يعني والحوار والحديث عن حيثيات وإحداثيات هذا الشارع من أجل المساعدة ما أمكن بإذن الله. إذن أنا بدي أشكر ضيفي في هذه المتابعة، السيد حسن الرفاعي والمهندس محمد الحوراني مساعد رئيس البلدية للشؤون الهندسية في بلدية إربد. ومشاهدينا بهذه المتابعة نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. في أمان الله نترككم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.